خطر للعين. ستوتش بيلعبها باتجاه جيان، هذه قد تكون خطره للعين. جيان مواجهه للدفاع، جيان الله، لو العين مو في يومه جيان يخلي العين في يومه. جيان بيسجل هدف رائع وجميل للبنفسج في الدقائق الأخيرة لنهاية شوط المباراة الأول. هداف دورينا في آخر ثلاثة مواسم، وحنان يبدأ جلسة الطرب ويعلن عن تقدم العين بهدف جميل عن طريق جيان. أول كرة جيان يواجه في دفاع بنياس بمهارته الخاصة ينقذ الموقف بالنسبة للعين في شوط سلبي للعين. لكن جيان شوف استلم، جيان فكر، جيان قرر، جيان يعني العين واحد وبنياس لا شيء. حينما يكون القرار لدى جيان فاعلم بأن النتيجة بنفسجية. وحنان يبدأ الجلسة، ولو أن شوط أول ما كان ممتع، لكن كيف ما يكون ممتع وفيه جيان الذي يضع الهدف. حلوة وادي أكيلي، ستوتش واحد على واحد، لو سلمها راح تكون خطرة، راح ستوتش خطرة للعين، ستوتش لمها ستوتش هدف 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 يا ستوتش، من أحلى ما يكون للبنفسج مرة أخرى ليصبح الهداف مع جيان، ليصبح الهداف مع جيان بتسجيل هدف ثاني. جميل جدا للعين، جملة اسمية أصبحت فعلية، آخر جمالية استلمها وتقدم. حتى أنا وقفتني الإنفلونزا، لكن ما شاء الله عليك أنت ما وقفت يا ستوتش، حطها وركنها في المرمى ليعلن عن تقدم البنفسج بالهدف الثاني. العين راح وقطار البنفسج ينطلق نحو درع الدوري بتهديد صريح وبكلام في قمة الوضوح. البنفسج ينطلق إلى الأمام بهدف ثاني في شوط لم يقدم من خلال العين الشيء الكثير، ولكن لمسة من جيان تكفي، لمسة من ستوتش تكفي. خلص المهري، عادت لكم، كم يعيدها لجيان، يا السلام، حتى لاعب بنياس يحبه، حتى أهل بنياس يصنعون له. جيان والهدف رقم 89 بقميص البنفسج في دورينا. وحنان طرب طرب ما بعد طرب، هذا هو نجم العين، حينما يعود يصبح العين المرشح الأول لدورينا. كم كبر عيونك يا كم يا صاحب العيون الضيقة، ألا تشاهد جيان، ألا تشاهد جيان، جيان موجود في اللقطة الماضية، وكم الكوري أبو عيون صغيرة ما يشوف جيان. يا رجل منو ما يشوف فينا جيان؟ الكل يشوف جيان اللي يسجل الهدف الثالث بمهارة خاصة جدا. جيان يؤكد على عودته القوية في قيادة الزعيم نحو المنافسة الحقيقية لبطولة الدوري. ثلاث أهداف مقابل